كاش واحد سولني على A5 قبيله. ها هي A5 اكس 35 ما عرفتش اش كاينه ولا ما كاينه. فاش كنطلبوا من طلبوا بزاف صعيب تلقى هذا A5 داير 34 2016 ضربه 96000 كيلومتر. كاينه الجينيراسيون الجديده ديالها حتى هي عندهم هذه وعندهم الجينيراسيون الجديده ديالها شي ارتيون. ما تلقاها حتى في الطبلاصه. ارتيون واحد السيد وصانا كنقلب ليه يعني شخصيا عينا ما نقلبو والو ما لقيناش حتى لقينا عندهم ما بغاوش يبيعوا. المهم اون جينيرال هاد الطوموبيلات كاملين فيهم بروموسيون. هاد الطوموبيل هادي راه باقا جديده وكاين منها بزاف. كاين تقريبا كان واحد 50 حبه ما عرفتش شحال بقى بالضبط دابا. المهم راه باعوا منهم. كاين اطروا هنايا ورا نشوفوا الستوك اللي داخل فيه اشنو فيه. ستيبوي سيلفو بلي احنا نشوفوا شي ستيبوي. ها هي السونطا في هادي كاينه. ها هي باقا للبيع. انا باقي ما حطوش ليها الثمن بالضبط. هادي غادي يصور الا غيصور حطو الثمن اللي بغى يزرب. ها هي راه كاينه صورتها للاسف الشديد. سوزوكي جراند فيتارا باسات. وهنا ها هو ستوك. كاين ميغان جي تي ميغان 3 اكسبلور ميغان بوجو فين هي كوغا. كوغا باقي حد ما باتش كوغا. كوغا كانوا بزاف فيهم ولكن كلهم طاروا اودي اسات هذا كلهم دوزتهم في واحد اللايف. اللي بغى يرجع يشوف اللايفات ديال اوتوكاز هيونداي اي 30 بوجو 3008 واحد الاسانك اخرى. هاد الاس لاين هادي العمورية كاملة هادي بالطواب كلشي. هادي دايرة 26/2014 نهار 139000 كيلومتر. كي مسور تافه هاد الجوانت ديال الاس لاين. روبونزارو تي دي اي ايفوك تا هي كاينة هنا. ايفوك دايره 24/11/2014 شهر 4. سي اي ديزاين شنو اخر اكس 35 ها هي واقيلا هذه البيع ولا ما عرفتش داكشي. المهم ولا شي واحد جا تيشوف الطوموبيلات. ها هي فيزيون كاين شي واحد تسول على فيزيون. هذه دايره 2017 شهر 2 ضربه 108000 كيلومتر دايره 21/11 21.5. هذه العامره هذه كاينه حتى هذه كذلك. هذه دايره حتى هي 21 شهر 6 2016 شهر 12 149000 كيلومتر. هذو بجوج اوتوماتيك بجوج العموريه. سكودا سوبرب اوبل انسينيا شنو اخر كاين عاوتاني. كوغا كوغا كيناش كوغا هنايا. سيريسيس بي ام دبليو هادي سيريسيس كوبي 640 دي. 640 دي دايرين ليها 38. هيونداي اكسنت راه هي اللي كنقلب عليها. هيونداي اكسنت باقي لحد الان ما بانت ليش. كانت ديك المرة هنايا ولكن كنظن تبعتها. كنت قلتها في اللايف الفايت قلت هيونداي اكسنت راه ما غاديش تطول وقدر تباع. المهم الى بانت لك دابا غدير بي ام 118 دي. بالنسبه للناس اللي سولوا على الدوكر كاينين كاين هما اللي حاليا صندوق دوكر صندوق بارتنر تي بي. هادو كلهم دوزتهم في اللايف. هادي فيورينو حتى هي كذلك دوزتها في اللايف. فيات هادي 118 دي شحال دايره 28. عندك عاوتاني A5 هادي A5 الجينيراسيون الجديده على هادوك الجوج اللي شفنا قبيله دايره 34/2017 هادي 34 مليون. هادي ميكرا دايره واحد ميكرا من دوك الميكرات اللي حتى هما دايرين 149000 درهم. ميغان واحد اللون زوين. داسيا لوغان اكسنت مشات تبعت. اكسنت ما غاديش تطول. الا طولت راه عجيب. هادوك الطوموبيلات كاع ما كيطولوا. هادي اللوغان ما عرفتش شحال دايرين هاد اللوغان بالضبط. كاينين جوج هنايا بحال
وكاين بارتنير تيبي دوكر. شنو اخر كاين؟ كاين دوكر وكاين في البيض. هذه بارتنير تيبي 2018 دايره 145000 درهم، يعني دايره 14 مليون ونص ضرب 127000 كيلومتر. فيها جوانط الومنيوم بارشوكات داير. هذه شويه خاويه عليها، ناقصه عليها في لي زوبس. ميكخاو ماركين كاين هذا اللون، كاين الكري، فيات فيورينو كاين هذيك، كاين واحده اخرى لهيه. فيزيون واش فيها بروموسيون حاليا؟ ما تنظنش، الحديد راه قليل. حاجه واحده نقول لكم، واحد الحديد راه قليل في المارشي بزاف، لا في لوكازيون لا في الجديد، لان الناس ما قدروش يشريو طوموبيله جديده حيت ما كاينينش، اوتوماتيكمون ما غاش يبيعوا طوموبيلتهم القديمه. لا يبقى بلاش. كادي ها هي هنا، هذه كادي ماكسي كبيره. دونك اخرى طوموبيل ديال دي اف اس كا حتى هما كاينين، اللي بيعوا الشراء دي اف اس كا ديال مازوت، هذه سوبر كاب مازوت. الا بغيت تشوف الطوموبيل كاملين دخلوا للسيت ديال موتور بوينت، راه كاينين فيهم، غتلقى واحد اللوغو ديال اوتوكاز كاين تما، دخلوا ليه كليكيو وغتلقاو كاع الطوموبيلات كاملين كاينين بالابخي ديالهم بالاثمنه. وكذلك يمكن تدخلوا للسيت ديال اوتوكاز تاهو كذلك في لي بخي تاهو وكلشي، وتابعونا على السيت موتور بوينت. المهم غنقول لكم، هو اللي بغى يستغل دابا يجي ياخذ الطوموبيل ديالو دابا. يا الطوموبيلات باقي نقولها دابا حاليا في المارشي، ما تنظنش غيتفكر الامر في الجديد، تندوي على زاج جداد و لوكازيون حتى هو ما غاديش يفك حتى ديك شهر 6، وداك الشيء اللي كان فيك ما 17 6 اصبر ما كانش فيك، ما عليك الا تقدا دابايا. صراحه راه كاين النقا، هاد الميكرات هادو راه كلهم نقيين، هادو راه كامل اللي كتشوفوا على الميكرات راه كاين كيما قلت اكثر من 50 وحده ولا تقريبا، ما نقولوا قلالو دابا، كلهم نفس تقريبا ضاربين ديك اقل من 20000 كيلومتر شهر 6، يعني تقريبا دابا عندهم 6 شهور في عمرهم. هاد الميكرات كامل اللي كتشوفوا هنايا كلهم عندهم 6 شهور في عمرهم، هادو نص عماره، فيهم ليكرون، فيهم كليما، فيهم ريغاتو دو فيتاس، فيهم جوانط الومنيوم، كلهم هادو كاينين هنا. ميكرا موجوده، جيتي لا ميزون ما لقيتيش في الجديد، اجي خذ هنا. كلهم ماتريكل ديال كازا. شنو اخر؟ الطوموبيل ديال الكليان هادو اللي كيكون هنا جايين. ستيبوي، ستيبوي ما بقاتش للاسف الشديد، كانوا واحد جوج تباعوا لحاليا، ولكن ممكن تجي، ممكن غدا تدخل ستيبوي حيت راهم يوميا كيشريو، يوميا الناس كيجيو عندهم. هاد الطوموبيلات اللي شتي دابا هنا ممكن يكونوا هادو للبيع، يعني بغا يبدلوهم ولا شي حاجه. دائما تيكون الجديد، دائما الجديد عند اوتوكاز. العنوان هنا اوتوكاز كاينين دابا حاليا، كاينين غير في كازا في درب عمر، هذا هو درب عمر، بلاصه ديال الجمله وبلاصه ديال كيتباعوا درب الشينوا ولا شي كامل اي حاجه بغيتيها. وهذا الشارع على اسم الشارع على الياقوت، كاين هنا اوتو هول، واحد المبنى كبير بزاف وقديم معروف، كلشي عارفه في كازا، كلشي عارف سورتو صحاب الطاكسيات الكبار ولا الصغار ولا اي واحد سولتيه هنا في درب عمر على اوتو هول غادي يوريك فين كاين. ولا وريتي على شارع على الياقوت راه اوتوماتيكمون غيبان لك هذا المبنى الضخم، تقريبا فيه شي قريب ل 800 متر ولا شي حاجه غير في الطول، تقريبا كيلومتر تقريبا ديال الطول بحال هكا، من الاول ديال المبنى حتى الاخر ديالو. اللي بغى شي حاجه يجي يشوف هنايا، كما قلت راه دائما كاين طوموبيلات جداد، دائما كيبانوا شي حاجه، كاين طوموبيلات اللي كيكونوا باقيين للبيع، تيتسناو الشارع المناسب ليهم. ودير اللي مهم هو انه كاين الكارونتي، كاين الضمانه، كاين شحال من حاجه، كاين تاع دوك 6 شهور ديال لاسورونس فابور مع الطوموبيل. خاصة الناس اللي غيشريو في الاول ديال العام دابا غادي يعطيك 6 شهور ديال لاسورونس، غتهنيك وتبيع عندك بزاف على الضريبة بعدا، تخلي غير لاسورونس حكيمة تبدا عندك في شهر 6 والضريبة في شهر 1، ماشي غتكون الضريبة ولاسورونس في نفس الشهر، شي مرات كتكون القضية شوية قاصحة. كاينة شي ميني كونتريمان؟ لا حاليا ما كايناش، لكن كل شيء ممكن غدا، ممكن تحضر، ممكن دابا شي واحد يطلعها وتكون.
يلا مهم غنخليكم دابا الى اللقاء في واحد اللايف اخر ان شاء الله فوتوكاز. المهم اللي بغيتو شي حاجه تبعوا اوتوكاز على كل شيء، دخلوا ديك الساعات كليكيو على اللينك اللي بغيتو، راه كل شيء كاين في اوتوكاز. يلا الى اللقاء لايف اخر ان شاء الله. فورد فيوجن وي كاينه، كاينه فورد فيوجن عفاك تويوتا كورولا 2017، كاينه تويوتا كورولا هادي 2019، هادي شهر 4 2019 دايره 19 و 160 الف ريال. اكس 35 لا ما كايناش حاليا، ما كايناش، ولكن اي لحظه اي نهار اي حاجه ممكن تدخل اكس 35 اي لحظه. 308 كاينين، كاين تقريبا شي جوج على ما اعتقد. الجولف 6 اونكور ديسپونيبل، ما عرفتش محال ما بقاش يتباع لي هنا في السطو. كاين هاد الجولف 7 اللي كاينه ها هي هنايا، بوط اوتوماتيك. وي وي كاينه 3008 الجولف، ها هي كاينه، كاينه هادي جولف 7. الترا فوت مني تقريبا داير شي 25، كاين واحده اخرى قال 24. هادي 2017 ضربه 126 الف كيلومتر فري، كيلومتراج فري. الفا روميو سونطافي واش موجوده؟ ما عرفتش بالضبط. المهم غنخليكم دابا الى اللقاء واحد اللايف اخر ان شاء الله. اللي بغيتو شي حاجه جيو عند اوتوكاز بيعوا ليهم او لا تبادلوا معاهم، كاين حتى شي مشكل. ولكن واحد اللايف اليوم بالليل غنهضروا عاوتاني على البروموسيون اللي كاينين، وهذا غيكون مع ديك تسعود، تسعود الليل. اللي بغى يدخل يتفرج في اللايف مع تسعود الليل كونوا في الموقع ديال موتور بايما ودخلوا. ولا بغيتو الفوتيغ جداد ولا اوكازيون ولا اي حاجه، راه في السيت ديال موتور بايما كاينين كاع الطوموبيلات، نيت هادشي اللي كاين في اوتوكاز تاهو راه كاين تما، كلشي كاين. يلاه الى اللقاء لايف اخر.